تحية طيبة مشاهدي الكرام. حتى الزعيم النازي الرهيب أدولف هتلر الذي صنع غاز السارين الكيماوي أمر قواته بألا تستخدمه ضد الأعداء كي لا يسجل التاريخ أن هتلر استخدم السلاح الكيماوي. هل يعقل أن هتلر يمتنع عن استخدام هذا السلاح ضد أعدائه بينما يستخدمه النظام السوري ضد شعبه؟ يتساءل ضيفنا. أليس الجدل الدائر حول استخدام أو عدم استخدام الكيماوي في سوريا جدلا سخيفا بامتياز؟ أليست العقلية العسكرية والأمنية التي تحكم سوريا مستعدة لاستخدام النووي؟ فما بالك بالكيماوي كي تبقى في السلطة؟ ألا يرفع النظام وشبيحته شعار الأسد أو نحرق البلد منذ البداية؟ ألا يدخل استخدام الكيماوي في إطار إحراق سوريا من أجل أن يبقى بيت الأسد جاثمين على صدور السوريين؟ يتساءل آخر. أليس النظام الذي فجر اليوم ساحة المرجى في دمشق ومن قبلها ساحات وميادين كثيرة مستعدا أن يرش السوريين بكل أنواع الغازات الكيماوية السامة؟ أليس الذي يضرب المدن والقرى السورية بصواريخ سكاد والقنابل العنقودية لا يتردد في استخدام الكيماوي؟ لكن في المقابل، ألا يخشى أن هذا الهيجان الدولي حول السلاح الكيماوي في سوريا مقدمة لتكرار السيناريو العراقي؟ ألم يحذر وزير الخارجية الروسي من أن إثارة موضوع الكيماوي السوري الآن هي حجة للتدخل في سوريا عسكريا؟ ألم يتهم النظام معارضيه باستخدام الغازات السامة؟ ألم تدعو سوريا إلى تحقيق دولي في استخدام الكيماوي على أراضيها؟ لماذا حرام على سوريا امتلاك السلاح الكيماوي للدفاع عن أرضها بينما تمتلك إسرائيل قنابل نووية؟ أليس الجدل حول السلاح السوري يصب في مصلحة إسرائيل أولا وأخيرا؟ أسئلة نطرحها على الهواء مباشرة على الناشط والمعارض السوري غسان إبراهيم وعلى الباحث والمحلل السياسي سمير عبيد. نبدأ النقاش بعد الفاصل. أهلا بكم مرة أخرى مشاهدي الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج الاتجاه المعاكس. بإمكانكم التصويت على موضوع هذه الحلقة، هل تؤيد التحركات الدولية للرد على استخدام النظام السوري السلاح الكيماوي؟ 78.6 نعم، 21.4 لا. لو بدأت معك غسان إبراهيم بهذه النتيجة وبما يشاع الآن على نطاق واسع في العديد من الأوساط بأن السيناريو العراقي يتكرر في سوريا، السيناريو العراقي بحجة السلاح الكيماوي يريدون أن يدخلوا إلى سوريا وأن يكرروا نفس التجربة العراقية، هل هذا فعلا حاصل في سوريا أم أن العكس حاصل في سوريا؟ في العراق بنوا كل الغزو على فرضيات وأكاذيب بينما في سوريا هناك سلاح كيماوي استخدم بشهادة الرئيس الأمريكي اليوم، كيف ترد؟ حقيقة السيناريو مختلف تماما وعكس السيناريو العراقي بالمطلق، ومن خلال تحليل منطقي في العراق الجميع يعلم أن صدام حسين فكك سلاحه بعد حلبجة، وعندما دخلوا لم يكن هناك سلاح واستخدموا الدخول كذريعة للتدخل. سأدخل بالشق السوري. الشق السوري السلاح الكيميائي ليس عليه جدل، النظام يتباهى أنه يملكه، روسيا تتباهى أن السلاح لا زال في أيادي أمينة كما تصفه، المجتمع الدولي لديه من استخبارات ولديه من وسائط وأقمار صناعية يعلمون تحرك النملة في سوريا في ظل جيش أبو شحاطة الذي لا يمتلك أي وسائل إلا أساليب تقليدية من هذا السلاح، فهو مكشوف للعيان. المنشقين فضحوه للنظام، تحدثوا كيف أتت الأوامر باستخدام السلاح الكيميائي ضد الشعب بشكل بجرعات محدودة كي لا تكشف. يا سيدي نحن لسنا نتهم النظام، النظام نفسه يتكلم، الجميع يتذكر المقدسي الناطق السابق جهاد المقدسي قال في الحرف الواحد هذه الأسلحة مخزنة ومؤمنة من قبل ما وصفها القوات العربية السورية التي هي لا عربية ولا سورية، ولن تستخدم إلا في حال تعرضت سوريا لعدوان خارجي. هذا دليل أنها موجودة، ليس فقط الناطق بل حتى مؤخرا عندما ذهب
الزعبي ما يسمى وزير الإعلام بوق النظام إلى روسيا ليقدم تطمينات بعد الحركة الأخيرة، قال لهم لن نستخدم السلاح الكيميائي حتى ضد إسرائيل، لأنه يعلم أن المجتمع الدولي ليس مهتم بالشعب السوري. يعني عندما يقتل 100,000 مواطن سوري بالسكود والطائرات والقنابل العنقودية وكل أشكال الموت، هل هذا يعتبر ذبح حلال؟ أما الكيميائي عندما يقتل عشرات ودم حرام، هم ليسوا معنيين بالشعب السوري. السلاح الكيميائي إذا استخدمه النظام على الشعب السوري غير معنيين، هم معنيون به أن لا يتم خروج سيطرة النظام عن هذا السلاح، وبالتالي يخشون على أمن إسرائيل بالدرجة الأولى. أي أننا بالمقارنة العراق سوريا، العراق لن يمتلك السلاح، في سوريا يمتلكه هو، يتباهى به النظام ويحاول أن يقدم تطمينات والروس يقدمون تطمينات. من جهة ثانية بالعراق عندما كان هناك رغبة دولية في التدخل كانوا يبحثون عن أي ذريعة، عن أي عفريت من أجل أن يدخلوا في العراق. في سوريا المجتمع الدولي في الصباح في المساء في الظهيرة في كل وقت يقولون لن نتدخل، لا نريد أن نتدخل، يبحثون العكس، يبحثون عن ذريعة لعدم التدخل. لدي وثائق مئات المقالات من مختلف الصحف الغربية تطالب المجتمع الدولي، الشعب، الرأي العام العالمي، الإعلام يطلبون من المجتمع الدولي، يقولون لهم لا نريد حلبجة ثانية، لا نريد رواندا، لا نريد سبرنيتشا، تدخلوا. ولكن المجتمع الدولي، أوباما يضع يداه على أذنيه، يغمض عينيه، يقول أننا هذه الدلائل غير موثقة. يعني لدي وثائق قائمة طويلة بهذا الموضوع. جميل جدا، جميل جدا، سنأتي عليها تبعا. سمير عبيد، سمعت هذا الكلام؟ نعم. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء أنا أريد أن أرد على مقدمتك. أنا أعتقد أستعين ربما عبارة جاءت في مقدمتك دكتور فيصل، وهي بالفعل جدل سخيف بامتياز. وأعتقد أن لما ليش سخيف؟ سخيف لأنه حينما تتبرع الإرهابيين الذين بشهادة التقارير الدولية تارسين سوريا ومقدمتهم النصر التي حضرت دوليا وأمريكيا موجودة في داخل سوريا وبالآلاف تبرأ ويتهم النظام السوري حتى بتفجير اليوم لهذه كارثة وضحك على الذقون. فأني أعتقد أقول أنه كفى ضحكا على عقول الناس، حتى الإعلام العربي يذيع الأخبار مبتورة، يبتر الحق ويزيد الباطل ذيلا، وخصوص عربية وجزيرة إلى آخره. فأنا أقول إنه كفاكم ضحكا، كفاكم بهذه المسرحية التي أصبح لها أكثر من سنتين والنتيجة هي واحدة، ولكن بالمقابل هناك بلد يتدمر، هناك شعب. هذه الفضائيات هي عم تضرب سكود، الجزيرة ماسكها سكود وناس في حلب أولاً والعربية ماسكها سكود. يا زلمي خليني أكمل يا دكتور. سكود اللي بدمر مش الفضائيات أولاً، والراجمات اللي بتدمر مش الفضائيات. حاجتكم كمان تضحكوا على الناس أولاً. قال شو قال القائل؟ القائل القائل يتهم والقاتل يبرر. اولا صاروخ سكود هو محمل بتقريبا 300 الى 250 كيلوغرام. فهذا لما يسقط، عجيب، هذول بالتنسيقيات سقط سكود وقتل ضابط وجندي، هذا لا يعقل. ثانيا هناك رادارات وهناك دول، وسوريا الان اصبحت تحت الكنترول الدولي. وصاروخ سكوت حينما يخرج كل رادارات العالم تشوفه، لانه هو صاروخ معروف، صاروخ معروف. ثانيا انا اسالك سؤال يا دكتور فيصل، اسالك سؤال، لماذا النظام يستعمل سكود ويستعمل السلاح الكيميائي لما هو للان مسيطر، وللان الجيش السوري وللان الجيش السوري يتقدم بانتصارات حتى اذهلت العالم، حتى اذهلت العالم. انا اسمح لي، اول شيء اين يتقدم؟ اول شيء يتقدم للخلف، اول شيء يتقدم يذهب الى الساحه. انا بقطع، خليك انا ما قطعتك بدون مقاطعه، واضيف لك كلمتين ايضا، ما قطعتك. وثانيا انا هنا لا ادافع عن النظام. تدافع عن من؟ لا، انا ادافع عن الشعب السوري. من يسقط الصواريخ السكود اذا؟ وادافع عن الشعب
الصواريخ السوري وعن سوريا عن الشعب السوري وعن تمام وعن تمام الشعب السوري وادعي واسمح لي اسمح لي كمل سمير خلي كمل سمير وهنا وهو الشعب لا تخني بالنظام عن الشعب السوري بلد سوري جاي يدمر وشعب جاي يدمر تمام 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 ارهابيين بالالاف من سمح للارهابيين طبعا هناك بالالاف ارهابيين انا اتفق معه بهذه النقطه والدول هي التي الان تساعدكم هي من تحت الطاوله تتآمر خلينا بالموضوع حسب ما مش عنه خلينا بالموضوع الكيماوي ادخل بال أسأل تريد إجابة؟ لا 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 لا, 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 لا ممكن أنا أسألك سؤال تجيبني واحد واحد سؤال واحد بسيط وتجيبني بدون مقارجة أنتم تقولون أنه أدلب وحلب وحمص تحت السيطرة ما يسمى الثوار صح؟ نحن لم نقل كامل حمص لم نقل كامل حمص لم نقل كامل أدلب نحن قلنا بشكل واضح وواضح أن هناك أكثر من 70% من الأراضي السورية خارج سيطرة بشار الأسد ولا يستطيع أن يصلها إلا بصواريخ الإسكود حلب موجودة وحلب غدا إذن في التقارير الدولية جاوبني على التقارير سنة. الدولية ماذا تقول؟ تقول أن معامل الكيميائي موجودة في حمص وأدلب وموجودة بحلب وموجودة باللاذقية إذن بهذه الحالة حينما سقطت بأيدي ما يسمى بالمعارضين إذن هذه المعامل إن لم تفكك هي بقيت عند هؤلاء إذن يعني التربة التي التربة التي تحت المختبر هي فيها سلاح كيميائي وبالتالي ربما 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 ترك بعض هذا على عجل واستعمل يعني انت تعترف ان النظام تقهقر في هذه المناطق انت تعترف ضمنيا لا لا هذه قلت تقدم النظام والآن تقول أنه قهر في هذه المناطق الآن الجيش السوري أخذ زمام المبادرة أخذ زمام المبادرة وصدقني بعد أيام ستذيع الجزيرة غصبا عنها رجوع حمص غصبا عنها بعد أيام وأراهنك من هذا اليوم الآن دوري الأجيبة لا 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 خلينا بس دقيقة سمير 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 أوكي أوكي ولا همك بهدي شوية على فكرة سؤال المطروح بدك كملت على الكيماوي لا 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 بعدني طيب انا عم بسالك عن الكيماوي بتروح لي على شو اسمه على هون وهون جاوبني على الكيماوي اول شيء مشان توضح لي الصوره الرجل حكى عن الكيماوي السلاح الكيماوي موجود عند النظام السوري حسب الاعلام وحسب الكذا قبل ما يسمى بالحراك الشعبي موجود ثوره في سوري موجود في السوري ما يسمى بالثوره قبل الثوره موجود إذا كان هذا موجود لماذا يحرك الآن لماذا لا يحرك من الأسبوع الأول الثاني السنة الأولى السنة الثانية السبب انتهى سؤالك السبب لا 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 السبب أيوة. لأن الجيش السوري تقدم بانتصارات ساحقة حمص ستعود بعد أيام قليلة طيب جميل إضافة لهذا وماذا عن دارية ستة أشهر إضافة وماذا عن ريف دمشق وماذا عن يا غسان رجاء بلا مقاطعة مشان نسمع رجاء بليز سمير قلت كلاما مهما خلص الدور الرجل يقول لك تحريك موضوع السلاح الكيماوي في سوريا الآن عائد بالدرجة الأولى إلى أن الجيش العربي السوري يتقدم والآن الدول بعد أن خسرت معركتها الكونية مع الجيش العربي السوري بدأوا يحركون الكيماوي جاوب عليه أولاً وجاوبني على نقطة ثانية نعم. إنه هو ليس بحاجة لاستخدام الكيماوي لأنه هو يتقدم مش هيك سمير ليس هو عنده أوراق استراتيجية كثيرة وليس هو أصلا ممكن السلاح الكيميائي لم يحرك منذ اليوم بل حرك منذ أعياد الميلاد العام الماضي عندما استخدمه في حمص هذه أولا النظام ثانيا يتقهقر ويرجع ستة أشهر دارية أصبحت مقبرة لشبيحة الأسد اذهب إلى القرداحة وكر الأسد واسأل هناك أي عنصر شبيح تقول له ارسلك إلى دارية يقول لك ارسلني إلى الجحيم ولا ترسلني إلى دارية وهي جنب القصر وهي الجمهوري والصواريخ اللي بتطلع من دارية تقصد تنزل بقصر الجمهوري هذه أولا تقدم هذه في أوهامه درعا أو داني أقول له لماذا في أوهامه ناصر قندير والشبيحة ومن أمثالهم قالوا يقولون أن شهر نيسان سوف تسمعون انتصارات اليوم بقى ساعات من هذا الشهر ساعات تفصل لنا عن هذا الشهر أين هذه الانتصارات عندما سقطت الرقة قالوا 24 ساعة سوف نعيدها أشهر عندما تم تحرير أجزاء من حلب أجزاء من إدلب أجزاء من حمص أجزاء من ريف دمشق أجزاء من دمشق قالوا نفس الأسطوانة يتقدم ولكن نحو الخلف هذه نقاط أساسية
بالنسبة لدرعة، درعة تفصل درعة شبه محررة، شبه محررة بالكامل، بقي أوكار ويتم تطهيرها بشكل كامل. النظام فعليا على الأرض وما توثقها الحقائق على الأرض أنه منهار، لذلك يلجأ إلى السلاح الكيميائي. لذلك عندما يعني علامة يأس، علامة هزيمة، خلص كازو سنتين قال بده يخمد الثورة، قامت الثورة أخمدته. لذلك المجتمع الدولي اليوم يتحرك. المجتمع الدولي لماذا يتحرك؟ دعني أقول لك لماذا. لأن المجتمع الدولي يخشون على أمن إسرائيل، هذا النظام الذي تدافع عنه 40 سنة يحمي إسرائيل. اتفقنا، بس دقيقة. أوكي أوكي، سوف أجاوبك أيضا عن هذا الاتفاق. 40 سنة يحمي إسرائيل، عندما بدأت تخرج الأمور من يديه بدأوا يشعرون أن هذا السلاح، لأن دائما كانت روسيا من فوق الطاولة تقول أنا أطمئنكم خبراؤنا يعلمون أن هذا السلاح تحت السيطرة. الآن بدأوا يشعرون أن قواعد اللعبة التي تحدث عنها أوباما، أن الروس يغدرون بهم فوق الطاولة ومن تحت الطاولة يغضون النظر عن بعض الخسائر التي يخسرها النظام. عندما شعروا أن درعا سوف تتحرر بشكل كامل وفيها بعض المخازين من الأسلحة، قالوا أن هذه الأسلحة سوف تصل للجيش الحر، أي أنها لم تعد في أيدي آمنة. عندما تكون لدى النظام، هذا النظام الذي هو شركة الأسد للمقاولات الذي يبيع ويشتري، الذي لم يترك دولة بما فيها بلدك، وكان يرسل لهم الإرهابيين. عندما تتحدث عن الإرهاب، المالكي زعيمك قال يقول لي زعيمي وافتخر فيه، ماشي ماشي، ولك فيه هذا الفخر، واذهب معه فيه. زعيمك المالكي كان يهدد أن الإرهابيين الذين يرسلهم بشار الأسد، وكان يريد أن يطلب من الأمم المتحدة إصدار قرار ضده. اليوم عندما جاء ولي الفقيه، وعندما وجد أن أحلام ولي الفقيه في المنطقة تنهار، طلب من المالكي أن يتراجع وطلب منه أن يدعم. لا لا لذلك لا لا لذلك لم أقاطع، لم أقاطع، لا يمكن، لا يمكن أن يستمر به. الآن نتحدث عن الإرهاب الذي تحدث عن الإرهابيون بالعشرات الآلاف، بس خلينا بالموضوع الكيماوي طبعا، وهي ضمن الموضوع هذا باختصار. بدي أعطي سمير كتائب أبو الفضل العباس، هل هم حضاريون؟ هل دول إرهابيين من عندكم؟ لا ليس إرهابيون، هؤلاء ذهبوا، هؤلاء إن كانوا، هل هؤلاء إن كانوا أم صدقت؟ هؤلاء أم صدقت؟ سمير لا تقاطعني، لا تقاطعني سمير. أبو الفضل العباس، هؤلاء أم صدقت؟ سمير ذهبوا، أنا لم أقاطع سمير، ذهبوا لدفاع عن مقدسات. سمير سجل عندك سمير. لا لا لا، أنا أعرف قدر الوقت، مقدسات في داري، علي مقدسات. هناك مشان الوقت، مشان الوقت لم أقاطعني. مشان الوقت، مشان الوقت، نقطة واحدة، جملة واحدة ولا سمير؟ نعم. جملة واحدة، شو بدك تحكي عن الموضوع؟ الإرهاب، خليكم بالكيماوي، بالكيماوي. الكيماوي عندما شعروا أن الكيماوي خرج من، بدأ يخرج من، طيب، بعد أن فرط النظام، طيب ماشي، بدأوا بالتفكير. خليني أسأل سمير والوقت لسمير. سمير باشا، سمير باشا، إلك الوقت، ماشي، طلع فيه شوي لو تكرمت، يعطيك العافية. سمير، إسرائيل بعمرها لم تفكر ببناء سور على الحدود السورية. الآن إسرائيل تفكر ببناء لأكثر من 10 كيلومترات. لماذا لم تفكر إسرائيل ببناء سور يحميها ضد السوريين إلا الآن؟ لماذا لم تبنه على مدى 40 عاما في ظل حكم آل الأسد؟ يقولون لأن إسرائيل كانت محمية. والآن لماذا يتدخل المجتمع الدولي؟ ولماذا تجري إسرائيل في هذه اللحظات مناورات عارمة الآن على حدود سوريا؟ لماذا؟ هذا دليل، لأنه انهار نظام الأسد، لا، انهار الجيش. هذا دليل، ويقول لك تقدم، ويقول لك تقدم. لا غسان، إله الوقت، تفضل يا سيدي. هذا دليل على أن النظام السوري يحترم المواثيق الدولية مع إسرائيل فقط وليس مع شعبه. وبالتالي حينما يقول أنا مسؤول عن حماية الكيميائي، ولا يمكن أن أستخدمه، ولا يمكن أن يوصل للإرهابيين، إذن هو صادق بشهادة كلام دكتور فيصل الآن. ولكن أنا أعود عندي تعليق يخص بلدي، لأنه مرتبط في العراق طبعا. فحينما أنت تستهزئ بأبو الفضل العباس، وتستهزئ بتحبوا أبو الفضل يا سمير، أبو الفضل العباس، أبو الفضل العباس على رأسي أنت على أساس يا زلمي منعوك يا سمير. أبو الفضل العباس، هذه مقدسات يا
سمير سمير هذه قبيلة إرهابية لا هذه وهؤلاء سمير إرهابيون سمير مثلهم مثل سمير القاعدة يا سمير نعم مشان ما ندخل فضل عباس أنت بتعرف أنك منعت من دخول العراق سنوات لأنك سبيت على السيستاني السيستاني نعم على السيستاني أصبح زلم اسمع 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 يلا عقليك بالتماوي بالنسبة بالنسبة للسيستاني قلب كبير أعفى عنك لا ما أعفى عني ما أعفى وإنما أنا حينما أزعل يعني أخطأت يعني حينما وإذا وأنا لست عيب حينما أقول أخطأت بحق يعني لن تعد علماني لي ولي أنت لا تقيمني أنت لا تقيمني وولي أنت تقيم الشعب السوري بالإرهاب تقول عنهم إرهاب الشعب السوري على رأسي الإرهاب هو فضل عباس حزب الله الشعب السوري الذي تتآمر عليه أنت وجماعتك الشعب السوري على رأسي طبعا على رأسي على رأس ألف واحد من مثلك والشعب سمير. العراقي على رأسك أيضا سمير الشعب العراقي كل الشعوب خليك بالكيماوي وترك لي الموضوع سمير فنعود أنت أثرت موضوع آخر كيماوي تفضل أنا حينما تقول تتكلم أنا أسئت للسيستاني أنا أعتذر منك يا سيدنا السيستاني كويس جدا أعتذر منك يا سيدنا السيستاني فرصة عطناك فرصة شو بدك علمانية طائفية لأن السيد السيستاني رب رب الفكر رب الفكر رب الفكر المعتدل السيستاني السيستاني فلولا السيستاني والمرجعية الشيعية لضاع العراق ماشي غسان غسان ولولا السيستاني لذهبت ناس هذه التي تتكلم يا سمير عارف راح ترجع على العراق يا سمير خلص بكفي وصلت الرساله وصلت ارجع لي على الكيماوي خلص وصلت له يا للزلمه السيستاني بالنسبه هو هو قال مثالا على مقدسي مقدسي هذا التصريح الذي كشف عمالته وهو وهرب وماذا عن الزعبي هو الذي كشف وماذا عمالته عن الزعبي هذه كاد هذه عن رويترز وكاله انتر اسمع اسمع اسمعني انت تسمعني عن مقدسي انا اقدم لك الزعبي هو لا زال قائما على راس عمله وزير الاعلام يقول دعني اقول لك يقول ونقلا عن وكالة انتر فاكس الروسية يقول انه لن تستخدم الكيماوي حتى ضد اسرائيل من قال لك اسمع ولماذا انا ما اقول اسمع لماذا اسمع لماذا لدواعي انسانية يا لا يا لا يا للطهرانية عندما يتحدث فاقد الشرف عن الطهرانية قتلوا 100,000 مواطن سوري ويقولون لك لدواعي إنسانية لن يضربوا إسرائيل بالكيمياء أنت لا تقاطعني لكي نستمر بالحلقة لكي تكون مفيدة للناس تفضل يا سمير طبعا هو لأنه 50 مليون يشاهد سمير تفضل نكون متحضرين سمير العالم غسان أبوس إيدك غسان خليه يحكي للزلمة خي سمير تفضل بالنسبة للكيمياوي نعم. الذي تدعونه الآن بعد سنوات هذه إرهاصة إرهاصة من بعد خسارتكم لأنه لا شيء حققتموه بثورة ما يسمى ثورة الأرياف تريد وثورة الأرياف تشرفه الأرياف تشرفه أنت لا الشعب السوري يشرف أكبر رأس اسمع 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 وتأدب أنت في حضرة الشعب السوري أعظم شعب الشعب أعظم شعب وسجل أكبر ثورة ليس فقط أمام أسماء أنا لا سمير تجي أنت تغرر بالعاطلين عن العمل وتسميها ثورة يا سمير مش هالموضوع يا سمير استلم عقول الشعب السوري هو يصفهم بعاطلين عن العمل غسان قلت لك رجاء هالدبان عقول الشعب السوري غسان يا غسان أنا بدي أحكي اسأله سمير سمير كيف ترد على الذين يقولون يا أخي أنا خليني أسألك أنا والله خارج اللعبة كيف ترد على الذين يقولون بأنه من الذي صنع غاز السارين هتلر صنع غاز السارين الكيماوي ثم قال لقواته إياكم أن تستخدموا الغاز حتى ضد أعداء ألمانيا لماذا؟ لأني لا أريد أن أدخل التاريخ كمستخدم للسلاح الكيماوي للسارين طيب الناس تقول لك الآن بدي أسألك دقيقة الاستخبارات البريطانية اتهمت النظام الاستخبارات الفرنسية اتهمت النظام الاستخبارات الأمريكية CIA استخدم النظام أوكي؟ طيب السؤال اللي بيسألوا الناس هل يعقل أنه هتلر ما استخدمه ضد الأعداء وبشار الأسد يستخدمه ضد الشعب السوري الثائر سؤال الآخر يقولون أنه أنت لو بتعرف العقلية الحاكمة في سوريا عقلية الجنرالات وعقلية الأمن السوري يستخدمون الانشطار النووي من أجل أن يبقوا في الحكم أنت لا تعرفهم يعرفون أن هذه معركة وجود فهم وبعدين عندما تسمع السوريين يقول لك الأسد أو نحرق البلد طيب شو يختلف هذا عن أول شيء هذا أول شيء ما يسمى بالثوار أو ما يسمى بالمعارضة أو ما يسمى لم يطلبوا تحقيقا وهذه الضجة الإعلامية وإنما النظام هو نفسه طلب التحقيق
حينما إلى حينما هذه اللحظة خليني أكمل خليني أكمل طيب خليني أكمل فضل. إحنا اتفقنا أن تكلم حقائق لن أقاطعك أنا أتكلم وجهة نظري أجبت أهلا وسهلا يا أخي سمير كلم يا سمير شو بدك ما تحكي معه للزلمة كلم فبالنسبة إما هتلر وهتلر هتلر قبل عشرات السنين والآن نحن في القرن 21 مسموح يعني لا ولا مسموح ما عندك دليل الآن أوباما يقول هناك سلاح كيميائي لكن ماكو دليل فابيوس امبارح وزير الخارجيه الفرنسي يقول لا توجد دليل المانيا تقول سمير المانيا تقول اعطوني دليل سمير خليني نسال نقطه مهمه يا غسان سمير عنده نقطه مهمه جدا طيب اوباما قبل ساعات هذه نقطه سمير قال بالحرف الواحد نحن متاكدون من استخدام السلاح الكيماوي في سوريا متأكدون لكننا لا نعرف لا متى ولا أين ومن استخدموا جاوب فعليا ليس فقط أوباما ليس فقط أوباما كويس ليس فقط أوباما ممجى مني كويس فعليا بعد أن بدأت التصريحات الروسية البريطانية والفرنسية وأصدقائكم الإسرائيليون شعر أوباما بالخجل يا سمير اتركها يا سمير نظام الأسد صديق إسرائيل وأنت تدافع عن يا سمير انت مالك عليها أنتم أصدقاء إسرائيل أنتم مهد لكم إسرائيل من خلطت الخطوط الحمراء شعر أوباما من خلطت الخطوط الحمراء الكيميائي شعر أوباما أنه بالحرج من أصدقائي بالله اترك لي سمير وركز لي على الكيماوي بالله اترك لي سمير لذلك أنا غير مهتم نهائيا شعر أوباما بالحرج فبدأ إجراء اتصالاته مع الجميع بما فيهم الإسرائيليين قال لي نتنياهو سكت وزراءك فأوباما أمر وزراءه بأن يصمتوا أن لا يتحدثوا في الشأن السوري قال لهم هذا النظام حما إسرائيل 40 عام دعوه يكمل المهمة هو يرفع شعارنا الأسد أو نحرق البلد دعوه يحرق البلد قبل أن يرحل يقدم لنا أكبر خدمة فطلب منهم يعني السكوت يعني كما يقول نابليون إذا رأيت عدوك يدمر نفسه فلا تقاطع خليكم يكمل المهمة في أكمل يعني هذا النظام خدم إسرائيل في وجوده ودعوه ينهيها مع نهايته وأيضا الفرنسيين اضطروا لكي يتراجعوا كي لا يخجلوا الأمريكان والأمريكان الآن يبحثون عن أي ذريعة لأن لا يتدخلوا المجتمع الدولي نحن نقول المجتمع الدولي لا يريد أن يتدخل يعني أحد الناشطين على الفيسبوك كان يسخر من أوباما قال أجبن زعيم عرفته التاريخ لأعظم دولة وأضاف قال لو كان أوباما مسلم لحلف على المصحف أمام الجميع أنني والله العظيم لا أريد أن أتدخل في سوريا طيب. أضف نقطة مهمة أوباما البارحة وقبل البارحة أجرى اتصال مع بوتين ويقول له لبوتين سكت بشار قل له لا تستخدموا السلاح الكيميائي لكي لا تحرجونا لا نريد أن نتدخل لا نريد افهموها بالمشربحي بالعراق كانوا يبحثون عن ذريعة للتدخل الآن يبحثون عن ذريعة لا للتدخل يبحثون فقط هم سوف يتدخلوا في حالة واحدة إذا شعروا أن هذا السلاح سوف يؤذي إسرائيل سوف يجدون أي عفريت لكي يتدخلوا أما بالنسبة للشعب السوري مهما قتل لن يتدخلوا لذلك المعارضة لا تبالي لا بأوباما ولا بإيران ولا تبالي بأي طرف الشعب السوري ماشي في طريقه نحو التحرير كامل سوريا دارية أزلت هذا النظام 6 أشهر ريف دمشق دوما دولة مستقلة إذا صح التعبير بخدماتها في دوما يوجد مدارس لتعليم المعاقين في زمن بشار الأسد كان يعيق الشعب السوري في زمن الثورة بنوا مدارس لتعليم المعاقين في دوما دولة يعني دولة لا نقول دولة ضمن دولة يعني دولة خدمات دولة خدمات دولة فكرة طيب. دولة فكر دولة نحن هو وصفهم بأنهم عاطلين عن العمل هؤلاء الذين وصفتهم بعاطلين عن العمل يبنون دولة التحرير والمستقبل جميل جدا طيب تحدث أنه هو يدافع عن الشعوب مش هذا موضوع سمير العميد المنشق رئيس فرع الكيمياء سابقا في الفرقة الخامسة السورية يقول إنه تلقى أوامر باستخدام السلاح الكيماوي في معركة بصرة الحرير ضد قوات الجيش الحر المتواجد في الكهوف ويقول إنه استبدلها بماء الجافل وقام بطمر المواد الكيماوية بنفسه في مكان يعرفه كما أن أمر الاستخدام كما يقول
استخدام السلاح الكيماوي يأتي بقرار سياسي عسكري استراتيجي مرفوع من قيادة الأركان وشعب المخابرات إلى قائد الجيش ومنه يأتي الأمر. طيب إذا شخص قالوا له خذ ضرب الكيماوي ويقول لك يعترف، كيف ترد عليه؟ كذاب هذا الرجل؟ أنا لا أصدق التقارير التي تخرج من وسائل إعلام ممولة من دول عربية هي للآن هي للآن تضحك. أنا اسمع، خلي أقول لك شيء مهم خليه في بالك. أنا بالنسبة لي لا دخل لي في إيران. جميل. عرفت؟ غسان. وإذا كررت كلمة إيران بوجهي سيكون ردي قاسيا. سمير. لأني عربي، ابن عربي وعراقي عربي. جميل، خلص. كويس. هذا كويس. عن أصلك؟ كويس. مفهوم؟ هل لا، لأنك ترمز. لأنك أنت تلمز. قلت أننا تبرر من إيران. الزلمي يا زلمي هو يتبرر من إيران. كويس الزلمي، شو بده؟ خلاص تبرر من إيران. ماشي سمير، جاوبني. أولا هذه التقارير لا تعنينا ولا تعني اسمع، خلينا نكمل، لا ترفع يدك. أنا يا أخي والله ولا تعني المحللين الحقيقيين. بدليل لماذا لا يتدخلون الآن مثل هذا البكاء الذي نسمعه للتدخل؟ وهناك رجل دين كبير قال لأمريكا شكرا لك يا أمريكا. من هو هذا؟ ولماذا لا يتدخلون؟ لأنها هذه الضجة وهذه هي بالونات العربان، بالونات الإعلام الفاقع القاتل. أنا أقول العربان بين هلالين ومعروفين من هم العربان. سمير إما أوباما فالرجل يعمل لتاريخه ويعمل لتاريخ حزبه. أوباما يريد أن يخلد الرئيس الأمريكي الأول بتاريخ الولايات المتحدة الذي لا يضحك عليه، ويريد أن يجعل من الحزب الآن أمريكا أصبح الحزب الديمقراطي أن يكون حزبا ديمقراطيا بعيدا عن سمير. ماشي، بس إما هذه الخطوط ما يسمى حمراء، هذه دعاية انتخابية الحزب الجمهوري يضغط على أوباما به. سمير. والخطوط الحمراء هي خرجت من إسرائيل. سمير. لأنه يحاولون يحاولون ويتمنون إسقاط النظام في سوريا. سمير. لكي تحاصر إيران أو لكي تلغى الانتخابات الإيرانية. سمير. هل تسمع بالبروفيسور أسعد أبو خليل؟ أسعد أبو خليل من أهم الممانعين والمقاومين بتاع المقاومة، أوكي؟ اليوم يقول في تغريدتين: لن يسر أنصار الممانعة. تعرف مين هو هذا الشخص؟ مش معارض سوري. لن يسر أنصار الممانعة هذا الكلام، لكنه حقيقي جدا. التردد في الموقف الأمريكي تجاه سوريا يعود لحالة الخلاف بين الصهاينة. هناك من لا يزال في داخل اللوبي الصهيوني يفضل نظام الأسد. يقول في تغريدة ثانية: من الواضح اليوم أن هناك في إسرائيل لا يزال يفضل بقاء نظام الأسد من أجل ضمان أمن العدو. هذا باد من خلال التردد الأمريكي من جماعة الممانعة والمقاومة. ما حدا بده يتدخل ولا شو بدك. ما كل يا رجل بالعراق عملوا ألف كذبة مشان يدخلوا العراق، والآن هم يروجون إلى كذبة يريدون أن يدخلوا. الآن يروجون إلى نفس الكذبة. الآن يروجون إلى نفس الكذبة. ما هي الكذبة؟ الآن هي الكذبة إسرائيلية وتلقفتوها أنتم. ما هي أنتم الكذبة؟ تلقفتوها. ما هذا العكس؟ أنت عم تناقض نفسك. وهي استعمال. أنا أقول لك استعمال. أن للآن النظام من طلب التحقيق بالاستعمال. ماشي. والمناطق التي هي تحت سيطرة بعض الناس. يا سمير. وبالتالي فيها تربة ملوثة. يا سمير. يا سمير. أدخل إلى صفحات المؤيدة للنظام. أدخل إلى صفحات النظام أو المؤيدة للنظام اللي بسموها صفحات المنحة البكجية. اسمع. صفحة لأستاذة الإعلام في جامعة دمشق نهلة عيسى: لك يسلم لي الكيماوي ويسلم لي سكود وراح نبيتكم بسكود. موقع سوري آخر مؤيد للنظام في جامعة دمشق. مؤيد يا أخي. دقيقة. وهل قل المتطرفين؟ هذا هو النظام الذي سان واحد تاني بموقع سوري مؤيد راسمين صورتين: صورة سوريا كسيدة سمينة وسوريا سيدة نحيفة. وكاتبين على الصورة النحيفة:
سوريا هيك أحلى. يعني 24 مليون نرجعهم ل 3 مليون مشان ينبسطوا الشباب ويضلوا. ويعني ولهذا لا يستخدمون الكيماوي. والان انا اسالك سؤال، يعني هي صعبه على معارض دربوه بالجزيره وبيكتب الدكتوره فلان والدكتوره فلان وبيبعث يا اخي يا اخي كافي تسطيح يا سمير، يا اخي ملينا من سيناريوهات. بكره الاسد طاير، بكره شارد الاسد، حتى انت نفسك انت نفسك يا سمير أخبار. يا سمير مش موضوعي هربوا. يا سمير هربوا في دبي، اغلبهم في دبي 19/9 يا سمير مش هذا موضوعي. 2011 لك حديث على الجزيره، انت قلت يا سمير، انت قلت لجماعه الاستاذ مناع هؤلاء 300 وما لهم اي تاثير بالداخل، وهؤلاء لا يسمعهم احد، ونحن قادمون وسقط النظام وجاءتين. يا سمير مش موضوعي. سنتين صار يا اخي، سنتين صار، سنتين وينك؟ وينك؟ سنتين اندحر النظام، واندحر النظام وين؟ 70% من الاراضي السورية وزارات موجودة. اي وزارات موجودة؟ اي وزارات تتحدث عنها؟ يا سمير، يا سمير خارج الواقع، يا سمير انت مفصول عن الواقع. يا سمير خلوا لي هالفكرة. امبارح صادق جلال العظم اللي هو المفكر الاول في سوريا قال لك بشار الاسد اصبح محافظ دمشق الصهرة. هلق مش هذا موضوعنا، مش هذا موضوعنا. اولا صادق جلال العظم كان يتكلم عن النظام من عشرات السنين، صحيح، وكان مسموح له يكتب كل شيء لاحتراما لادبه واحتراما لتاريخه. هلق صار وبالتالي صار مغضوب عليه، وبالتالي هو يتكلم من زمان ليس الان. لا تحسبه على المعارضة يا سمير، مشان الله شو قلت لك انا؟ تفضل يا سمير. هو ماذا مغضوب على النظام؟ المعارض السوري كمال اللبواني، اوكي انا بعطيك وفند فند يقول لك لدينا معلومات مؤكده بان سوريا تمتلك 1200 طن من السلاح الكيماوي، منها 700 طن من غاز السارين، و200 طن من غاز الخردل، و200 او اكثر قليلا من ماده في اكس، مشيرا الى ان هذه الكميه كافيه لقتل الوطن العربي كله. رد عليه، انا مش عم بشئلي. هذا هو واذا قال يعني هو معارض. اولا معارض، هو يتكلم ما يشاء. لانه معارض هو رايك على اخر هو مهمته ان يشتم بالنظام، خليني اخر مهمته ان يزور بالنظام. ماشي انا هذه المعارضه، هذه المعارضه التي سمير. تدربها اسرائيل وامريكا سمير. هذه غسان 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 بس هو اتهم المعارضه غسان من حقي الا ولو يا اخي دقيقه، الا يمكن ان نفهم من هذا التهويل حول أسلحة الأسلحة الكيماوية السورية، هذا تهويل المعارضة، هم يريدون أن يحرموا سوريا من سلاحها. لماذا حلال على إسرائيل أن تمتلك عشرات لا بل مئات القنابل النووية، وحرام على سوريا بقيادة الأسد أو غير الأسد أن يكون عندها سلاح كيماوي لحماية نفسها؟ هذا الكلام ألا يصب في مصلحة إسرائيل أيها المعارضون؟ يا سيدي المعارضة المعارضة ترفض أي تدخل أجنبي على الأراضي السورية، قالتها عدة مرات. لا نقبل بدخول جندي أجنبي محتل كما قبلتم، كما قبلتم أنتم يا أخي. الاستخبارات موجودين عندكم في البيت، عندك في استخبارات. سمير سمير لا نقبل دخول أجنبي محتل على الأراضي السورية. الجيش الحر هو الجيش الوطني. طيب إذا في مبالغة في هذا الكلام، كلام عن امتلاك النظام. يمتلك النظام الجميع يعلمها، حتى الروس أنفسهم أصدقاء النظام الذين قاموا بتصنيع هذا السلاح وطبقوا وهم خبراء موجودون، لم ينفوا هذه الحقائق، بل أكدوها عندما قالوا أنها في أيادي أمينة، أنها موجودة. هل استخدم غاز السارين من قبل أشخاص في اليابان أم لم يستخدم؟ أشخاص استخدموا، لماذا لا يستخدموا أشخاص في سوريا؟ يا سيدي إذا أردت أن تستخدم أي سلاح يجب عليك أن تعرف الهدف الذي تريد أن توجهه. هل يفيد استخدام سلاح الغاز السارين ضد النظام؟ لا يمكن. الجيش السوري الحر، الجيش السوري الحر، لم أقاطعك، الجيش السوري الحر محظور عليه حتى الطلقة. اضطر الجيش السوري الحر أن يصنع من الطلقة اللي هي مضاد الطائرات. هناك مصانع سورية. هناك مصانع. نعم. احكيلي شو هالمصانع هذه؟ لدى الجيش السوري الحر صناعة بعبقرية الشعب السوري. أيوة. الذين وصفهم بالعاطلين عن العمل. هؤلاء العاطلين عن العمل يصنعون سلاحهم. طيب.
الفكرة أن الجيش السوري الحر هذه وثيقة 160 ألف طن سلاح نقلته ثلاث دول عربية إلى سوريا. وأهلا وسهلا بكل وأنت سلاح وأنت وهذا السلاح الذي يدخل من كل دول العالم إلى سوريا. اسمع الآن تريد أن تطلع لي هذه أنه صنعوا الصواريخ وصنعوا سمير بجاه. يا سيدي نحن نفتخر يا سمير. وين كانوا ذولا بعد التصوير؟ يا أخي أين كانوا هؤلاء؟ هم يصنعون من اليوم الذي بدأوا عندما قطع. كذبة ساذجة يا سمير. تكسر عقول الناس. غسل أنا دقيقة. تجاوز الأدب. لا لا لا. تأدب يا عبد المالكي يا عبد ولي الفقيه. أنت وصفت المعارضة. أنت تأدب ولا تتجاوز. لأنه المالكي تاج على رأسه. خلاص يا أخي تأدب وحدك تحت قدمي. المالكي أنت تحت قدمي. أنت تأدب. تأدب يا ولي تأدب يا عبد ولا يا عبد المالك سمير هو يصف المعارضة بالعمالة بشري إذا تجاوزت على العراق وسادة العراق أرميك خارج الاستوديو سمير سمير لست في حظيرة الأسد كي تتكلم كعبير عبد الدكتاتور كنت عبدا لصدام والآن عبد للمالك والآن عبد فيصل لا كنت أنا عبدا لصدام جابك فيصل جابك فيصل جابك يا فيصل عبد الدكتاتور زلمي كان يا اخي مش موضوعي هو على كل على كل انتم كنتم تمدحون لصدام وصف المعارضه تمدحون لصدام من انت وامثالك كنت تتوسل ان تدخل لسفاره صدام في لندن خسرت انت تتوسل وقفنا في وجه اي دكتاتور هو وصف المعارضه يا سمير يا اخي بطلنا نعرف واحد في الموضوع خليك بالكيماوي ونسالي سمير والله يا استاذ فيصل اذا تجاوز على قائد من بلدي لاقطع لسان خلص طيب انا لا اتجاوز على بلدك على هذا البلد هو قال ان المعارضه تابعه لاسرائيل بشار الاسد يصفنا بان تابعين للقاعده والارهابيين هذا الرجل ولي الفقيه ماذا يقول يقول خامنئي أن المعارضة علمانيون وضد الإسلام من نصدق من أي كذاب نصدق أحد يصفنا للقاعدة وآخر علمانيون وآخر تابعون لإسرائيل من نصدق هذا هو ولي الفقيه يصرح ويقول علمانيون ضد الدين من نصدق لا يوجد لديكم مصداقية كي نصدقها بالعودة إلى الكيماوي نحن رفضنا التدخل الأجنبي على الأراضي السورية هناك سيناريو التدخل الذي كنا نطلبه ولم يقدمه أحد حماية الشعب السوري من خلال حظر جوي عن بعد دون أن يدخلوا إلى الأراضي لم يتدخلوا الآن عندما شاهدوا أن هذا النظام خلص كازو يعني عطوه مهلة سنتين ليخمد الثورة فأخمد لم يستطع أن يقوم بأي شيء أدركوا تماما أن أمن المنطقة أمن إسرائيل وحلفائهم جماعتكم في العراق بخطر فأدخلوا أنا أسأل سؤال واحد طبعا هذا سؤال وليس تهجم حتى لا تعتبره أنا لا أخذ أبعاد طائفية كتائب أبو فضل العباس هم يقاتلون في سوريا هل تصفهم علمانيون كتائب حزب الله وميليشيا طبعا سوف أعطيك الوقت لكي تجاوب وكتائب حزب الله يقاتلون هم ينشروا الفكر الماركسي والنرجسية الشيوعية وميليشيات الحرس الثوري هل يقاتلون أيضا من أجل نشر هؤلاء يصنعون إذا وصفت المعارضة بالإرهاب فهؤلاء قمة الإرهاب طيب أنا أجيبك أولا الحرس الثوري ما دخلني سمير ما دخلك إما ما تعنيه أنت وعندك أدلة يا ليت تعطينا الأدلة أنه كتائب أبو الفضل العباس وكتائب على الانترنت يعني تقول لي تعال اجلس رويترز براحتك رويترز ورويترز من مراسل رويترز هو اول واحد كذب على الامه وكذب على الدنيا سمير انت لم يبقى وصفت الاعلام العربي بدون مصداقيه ورويترز بدون مصداقيه من لديك مصداقيه من هي الاعلام اسمعني خليني اجيبك على سؤالك سمير اولا هناك مقدسات شيعيه يراد قسم من الناس تهديمها من الملتحين وهؤلاء في امان الشعب السوري هذا واحد إما حزب الله فحزب الله عنده قضية يدافع عنها والقضية الفلسطينية قضية فلسطينية في حرس اسمعني يا أخي خليني أجاوبك الشق الثاني هناك 30,000 لبناني في داخل سوريا هم في قرى داخل سوريا ولكنهم لبنانيين
استنجدوا بالدولة اللبنانية، لا أدري الدولة اللبنانية لديها حسابات، لديها ارتباطات، جبنت، لا أدري. طيب. لماذا النظام لا يحميهم؟ لماذا النظام لا يحميهم؟ ولكن عاجز النظام على حمايتهم؟ ضغط على حزب الله من عشائرهم من الجنوب اللبناني. خلاص ذهبوا إلى هناك. آخر سؤال. حمايتهم من القتل والإبادة. هناك فتاوي بقتلهم. سمير آخر سؤال. يا غسان أنا بدي أسأل سمير. ألا تعتقد، جاوبني بس ريح شوية يا زلمي، روح والله صار عندي وجع راس يا زلمي، الله يسامحك شوف، وانت صار عندك وجع راس. شوف يا سمير، أنت تقول إنه بس خليني أسألك السؤال سريع. امبارح الرئيس كمان ما بتصدقوا للرئيس الإيراني نجات قال إن انتصار المعارضة في سوريا سيكون كارثة على المنطقة. طبعا عندما تسمع كلام نجات معناته في شيء تحت الأرض، المعارضة ساحبة. عندما ترى قوات حزب الله في القصير معناتها في مشكلة. إذن النظام عندما تحذر إيران وحزب الله يشاركه وأبو العباس يشاركه، معناتها استخدام الكيماوي من قبله أصبح حقيقة، لأنه هذا دليل هزيمة، دليل فشل. الأمر الآخر، أنت عم تقول لي الفضل العباس بيدافع عن المقدسات ولا لا؟ لا هو يقول ما عندي دليل ولا هو عنده دليل. أنا عندي دليل. أنت قلت قبل شوي أنت قلت على كلامه. انت قلت إيه نعم انت انا قلت اذا طيب. كان هناك وعند دليل طيب. فهم ذهبوا للدفاع عن المقدسات طيب. الشيعية طيب. لانه هناك فتاوى طيب ماشي بس خليني اسالك طبعا. طيب بما ليش راحوا يدافعوا بسوريا والنظام شو عم يسوي ما يدافع عن المقدسات؟ عم يتقدم لانه مشغول. ليش ما يدافع عن المقدسات؟ اولا هذه قضيه عقائديه، لا باعثهم العراق، لا باعثهم العراق، وليست عقائديه، لا باعثهم العراق، شوف لا باعثهم العراق ولا مستقبلهم، لا باعثهم العراق. مشاهدي الكرام، لم يبقى لنا الا نشكر ضيفينا السيد سمير عبيد والسيد غسان ابراهيم. رئيس انت والمالكي وولايه فقط. لا سمير اجلس، المالكي اجلس.